الأستاذ المختار المصمود، الاسم الكامل المختار بن الطيب بن محمد، مكان الازدياد دوار الريانة جماعة التابودة، إقليم تونات. تاريخ الازدياد حوالي 1939. له 5 أبناء، عدد الذكور 2، عدد الإناث 3. المسار الدراسي، تلقى تكوينه الأول في مسيد، درس القرآن، درس مبادئ النحو والشريعة في مسق دراسه. التحق بمدينة مكناس، درس بالمعهد الديني بالجامع الكبير، درس البكالوريا، درس بالمدرسة العليا للأساتذة. التحق بجامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. حصل على الإجازة في القانون سنة 1973. المسار المهني، حصل كمدرس للتعليم الابتدائي بمدينة العرائش، حصل كأستاذ التعليم الثانوي بثانوية المولى إسماعيل، قدم استقالته. التحق بالمحاماة كمتمرس أواخر سنة 1975، وكمحامي رسمي سنة 1979. التحق بالمحاماة كمتمرس أواخر سنة 1975، وكمحامي رسمي سنة 1979. شغل عضوية مجلس هيئة المحامين بمكناس عن الفترة الممتدة من سنة 1983 إلى سنة 1992. المسار السياسي، يعتبر من منظمين حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سابقا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حاليا. انخرط في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حوالي سنة 1960، شارك في جميع الأنشطة الحزبية، عضو الكتابة الإقليمية للحزب سنة 1974، شارك في المؤتمر الاستثنائي التاريخي سنة 1975، شغل منصب النائب الثاني للرئيس سنة 1983، رئيس المجلس البلدي للفترة الممتدة من سنة 1986 إلى سنة 1992، فترة عرفت مدينة مكناس طفرة وقفزة نوعية، تجدونها رفقة كتاب يوضح ذلك. الإنجازات، تعتبر الفترة التي ترأس خلالها الأستاذ المختار مصمودي المجلس الجماعي لمدينة مكناس من أنجح الفترات، حيث اهتمت بتشييد البنية التحتية للمدينة كإنشاء وتوسيع الطرق وتجديد إنارة الأحياء ومحاربة دور الصفيع وبناء منشآت كبرى، لا زالت شاهدة على عطاء هذا الرجل الفرد الذي أعطى الشيء الكثير لهذه المدينة. نذكر منها بناء المحطة الطرقية، سوق الحبوب، فكرة الوقاية المدنية، المنطقة الصناعية سيدي بوسكري، توسيع سوق الخضر بالجملة، كما عرفت المدينة في هذه الفترة بجماليتها التي ضاهت كبريات المدن، وذلك بفضل تهيئة العديد من الفضاءات الخضراء كحديقة باب الخميس وباب تزمي وحديقة المولى إسماعيل، وتهيئة فضاء إسلامية من خلال كرائها للمؤسسات المهنية كالمحامين والصيادلة وموظفي وزارة الداخلية، فضلا على تشييد حديقة الحيوان بالحبوب. إضافة إلى ذلك، شيدت العديد من الساحات والنافورات التي أعطت رونقا وبهاء للعاصمة الإسماعيلية، وعرفت هذه الفترة بناء العديد من المنشآت الرياضية والثقافية كملعب 20 خشب، ملعب الخطاطيف، نادي الشباب، مقر النادي المكناسي، مسبح السلم، إعادة تهيئة فندق الحنة، والمعهد الموسيقي
وقصر المؤتمرات والقاعة المغطاة المسيرة. كما احتضنت مدينة مكناس العديد من التظاهرات الرياضية والثقافية السنوية كمهرجان الحبول والأسبوع الثقافي والأسبوع الرياضي وتبادل بعثات الشباب الثقافية والدراسية بفضل التوأمة التي تم توقيعها بين مكناس عاصمة كازاخستان أمام طابق الاتحاد السوفيتي ومدينة سانتريم البرتغالية. كما تم توقيع اتفاقية توأمة وتآخٍ مع مدينة القدس سنة 1990.